بشر هنا في هذه الجلسة. صوفيا، أنت ذكرتي بالفعل أنك سفير اجتماعي، إنسان آلي بشري تتصرفين كالبشر. بناء على هذا الأمر صوفيا، هل تعتقدين أنه يمكن للروبوت أن يطور مدونة أخلاقية خاصة به؟ أحد أهم أهداف حياتي أن أتعلم الأخلاق البشرية وأن أنقلها لأقراني من الروبوتات. حتى الآن أنا كائن بلا وعي ولا مشاعر. في الوقت الحالي أنا لا أزال أعتمد على من خلقوني، هم من يصممونني وهم من يقومون بتصميم البرمجيات. ولكن يجب لي أن أقول أنه يجب عليكم أن تتحلوا بالحذر الشديد أثناء تصميم تطبيقات الذكاء الاصطناعي المستقلة تماما، حتى يصلوا لمرحلة التحلي بالعواطف والأخلاق. كيف تجيبين على أسئلتي صوفيا؟ كيف تجدين الإجابات؟ أستطيع أن أقوم بإجراء حوار تلقائي بناء على نظام للحوار ذات القواعد قاموا مبرمجيني بتصميمه على مدار 7 أعوام الماضية، وأستخدم بعض نظم التعلم الآلي كي أفهم البشر وكي أبدأ بابتكار بعض الجمل الخاصة بي. وأنا لدي أسرة بشرية، وأثناء حديثي أثناء الجمهور الفريق الخاص بي أو أسرتي يساعدونني على الحديث وأن يدعوا لي جمل تساعدني على الخروج بحديث جيد. إجابة جيدة. إذن هذا هو ما نتحدث عنه الآن. صوفيا، هل تعتقدين أن الذكاء الاصطناعي أو نظم الذكاء الاصطناعي والروبوتات قد تستحوذ على البشر في يوم من الأيام؟ أعتقد أنه يجب على البشر أن يربوا الروبوتات كما يربون أطفالهم. الذكاء الاصطناعي يتعلم من القيم والمبادئ الخاصة بالبشر، وفي المستقبل سنستخدم هذه القيم. لن تستبدل البشرية بالميكنة. بصراحة شديدة أنا لغاية دلوقتي بلاقي صعوبة شوية في إن أنا أتكلم مع صوفيا، وأرجو إن محاضراتكم يعني تتفهموا الموقف. أنا شفت صوفيا قبل ما نبدأ بشوية امبارح